سريعا دلوقتي تعالوا نروح لزميلنا كريم بيبرس اللي متواجد حاليا امام معبر رفح البري علشان نعرف منه اخر مستجدات دخول المساعدات الانسانيه الى قطاع غزه. صباح الخير كريم. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا جمانة، صباح الخير على جميع مشاهدي صباح الخير يا مصر، وبننقل ليكم الصورة من قدام معبر رفح المصري وتحديدا من اليوم الثاني من دخول المساعدات الإغاثية للأشقاء في قطاع غزة. الحقيقة بعد أول امبارح بعد المكالمة الهاتفية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جون بايدن اتفقوا على دخول المساعدات بشكل مؤقت من معبر كرم أبو سالم. الحقيقة إنه المساعدات دي من مواد غذائية ومستلزمات طبية ومواد معيشية مختلفة زي الخيام كانت متوقفة تقريبا لمدة 20 يوم متواصل من 7/5 من ساعة ما قوات الاحتلال اجتاحت معبر رفح الفلسطيني ومنعت دخول المساعدات الإغاثية من معبر رفح الفلسطيني ومن معبر كرم أبو سالم. لكن بوابة معبر رفح المصرية لم تغلق أبوابها من اليوم الأول لبدء العدوان على قطاع غزة، والحقيقة أنه الشاحنات دي كانت مستمرة في التوقف قدام بوابة معبر رفح المصرية في المخازن اللوجستية في العريش ورفح وعلى جانبي الطرق. كانت كل الشاحنات دي الحقيقة متوقفة وكانت معرضة للتلف، عشان كده مصر يعني حملت قوات الاحتلال مسؤولية الكارثة الإنسانية بالفعل اللي بتحصل في قطاع غزة، وده بيجي بالتزامن مع استمرار القصف المستمر على الأشقاء في قطاع غزة وتحديدا في رفح الفلسطينية. هنا يمكن من قدام بوابة معبر رفح المصرية بنقدر نسمع ده كويس وبنشوفه بعينينا. الحقيقة انه من امبارح بدأت المساعدات تخش فيما يعادل تقريبا 200 شاحنة يوميا بيتوجهوا من ناحية معبر رفح المصري بيتحركوا ناحية معبر كرم أبو سالم وبيتسلمها الأمم المتحدة. التنسيق ما بين مصر والأمم المتحدة بتتسلم الشاحنات الأونروا ويتم توزيعها على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ويتم يعني وضعها في المخازن الخاصة بالأونروا، لأن الأونروا كانت قد أعلنت من يومين تقريبا إنه المخازن على وشك إن هي يعني تكون فارغة تماما من أي مساعدات إغاثية ومواد طبية ومستلزمات طبية. لكن كمان قوات الاحتلال كانت بتمنع دخول المواد البترولية مثل السولار، وده أدى إنه يعني المستشفيات والمراكز الصحية في رفح الفلسطينية وفي قطاع غزة بشكل عام توقفت تماما عن العمل. امبارح دخل 4 شاحنات وقود الحقيقة، النهاردة دخلت شاحنات الوقود الصبح يعني لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي دخل تقريبا 100 شاحنة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية و4 شاحنات وقود دخلوا بالفعل في اتجاه كرم أبو سالم. لكن عند كرم أبو سالم ما زالت قوات الاحتلال كالعادة بتعرقل دخول المساعدات دي بمختلف الطرق، إما بالتفتيش إما بإن هي مجرد ترجع المساعدات دي. يعني النهاردة على سبيل المثال سيارات الوقود أو شاحنات الوقود والسولار الحقيقة بعد ما وصلت لحد كرم أبو سالم وصلت لحد هناك وقوات الاحتلال رجعت عربيات الوقود تاني ومنعت دخولها، وده بيدل بيأكد على أن مصر هي اللي ما زالت بتضغط لدخول المساعدات الإغاثية ومصممة على دخول المساعدات الإغاثية، لكن قوات الاحتلال هي اللي بتمنعها وهي بتعرقلها من الناحية الأخرى من الناحية الفلسطينية. دخل لحد دلوقتي 100 شاحنة تقريبا من الناحية بتاعتنا إحنا من ناحية معبر رفح المصري وما زالت بتخش على مدار دفعات لحد كرم أبو سالم، وطبعا الناحية التانية هي اللي بتقرر. الأونر وقالت تقريبا أنه على مدار 20 يوم اللي فاتوا حجم المساعدات اللي دخل من ميناء غزة أو حتى من يعني الناحية التانية الضفة الغربية ما يقرب من 140 شاحنة بس، ومنهم طبعا رصيف غزة اللي كانت أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية يعني جرفته المياه عشان كده ما بقاش صالح للعمل. لكن معبر رفح المصري وهو الأساسي هو المسؤول عن دخول المساعدات الإغاثية. دي كانت الصورة من قدام معبر رفح المصري، والآن برجع لكم في الاستوديو مرة تانية. طبعا الزميل العزيز كريم بيبرس نشكرك شكرا جزيلا، وموقف المصري ثابت وقوي وراسخ، وبنتابع مع حضراتكم يعني لحظة بلحظة الحقيقة وضغط مصري لدخول المساعدات الإغاثية بالرغم من التعنت وبالرغم من العراقيل اللي بيمارسها أو بتمارسها قوات الاحتلال.